الموج يبقى عالي لازم تتطيله. طب واللي يفضل يطاطي سنين لحد ما يغرق؟ رفع ايده مش لاقي اللي ينقذه من الغرق. 28 سنة مركب بتشيلهم وتحطهم. دي عيشتنا يعني، أكلنا وشربنا ونومتنا ودي أكل عيشنا. طول عمرنا شغالين وكل سنة عن سنة بقى اللي الصيد بيقل وما عادش زي الأول. لا سقف يحميهم من برد ولا من شمس. بطبخ وبغسل وهنا اهو الحلل واللي هنا كل حاجه زي ما يكون شقه، حاجه الشقه هي في دي يعني بطاطينا وحلالنا وكل حاجه وهدومنا وكل يعتبر حياتنا كلها هنا. لا في لا سكن ولا في جديد ولا في اللي بنقوم فيه بنصبح فيه. ما تقومي من النوم تلاقي الشمس فوق، وما تصحي من النوم تلاقي الحق الساعة. يعني امبارح الجو كان فيه عاصفة جامدة ومطر بالليل، والله اتبهدلنا بهدلة جامدة، بس ما فيش مكان ان احنا نقعد فيه. عاجزين قدام هدية ربنا، الملاك من السماء، عيان تعبان ومين يداويه؟ ومعنا الطفلة ديت بقى هي اللي قاعدين بقى علشانها، ونفسنا بقى ان هي تتعالج. هي عندها بقى ضمور في خلايا المخ، فالدكتور اللي ولدها ما قالش يحطوها على الاكسجين، فما راحتش على الاكسجين. الاكسجين اللي في خلايا المخ عمل لها ضمور في الحركه، فانا لفينا بيها ولفاني لفيت لما دخلت لما خرجت. فالضمور ده عايز له عملية بقى اللي هو زرع النخاع ده، فما قدناش عاجين بقى. ثلاث سنين ما ادتهاش لدكتور، فقال لها تشنج، قال لها تشنج للموت. حتى الدواء مش عارفين يجيبوه ويجيب منين وازاي وما فيش حاجة في ايديه. فده اعتبر ان احنا يعني مقصرين في علاج عشان ما فيش معانا الفلوس اللي احنا نجيب لها العلاج، ولا عدنا عارفين حتى ناكل ولا نشرب من المصاريف بتاعتها. وعلى طول بقى لي الوقت ثلاث سنين مش قادره اجيب علاج، محدش يتقي لها شريك. يعني شو بقى عيله بتتلوى، والله العظيم انا طول الليل صاحيه بيها. فاحنا نفسنا ان هي تعمل العمليه وتروق وتبقى كويسه، علشان احنا الوقت عايشين لها، لو متنا ولا حاجه مين اللي بقى اللي هيرعيها؟ مين اللي هياكلها؟ مين اللي هيشربها؟ يبقى اعتبر ان هي ماتت. نفس النفر يقعد بس في حته نظيفه ينام على سرير. مش عشت صعبه قوي قوي قوي، حتى الطفله اللي جتني كمان بهدلت. يا رب اشفي لي بنتي، يا رب انا طالبه منك الشفاء والعقل والتشفى لي وتعفى عنها. يا رب ما بستعجلش بحد الا انت يا رب. بنتي اشفيها لي، طالبه منك شفاها يا رب.